عيون الجنان. انت صح تريد تخطبني، بس اني قبل ما اوافق يعني لازم اتعرف عليك اكثر، اعرف مشاعرك تجاهي، يعني اريد اطلع كل اللي عندك. طبعا انا كلش افرح يعني من تساليني جاسلي. هاي موبايل والمفتاح مال مولده والقلم والجتاح والكارت مال دلال. خلي اشوف لان يعني لازم اكون صادق وياك. هاي كلينس والشوكليت اكلته بالطريق ورقم وصديق الحلاق. هاي شنو؟ انت مو كنت تطلع كل اللي عندك؟ هذا اللي عندي. عبو انت فهمتني غلط، اني اقصد يعني تحكي لي كل اللي بقلبك. ما اعرف وانت ما اعرف شلون تحكي عادي. اوكي ماكو مشكلة. بصراحة عبو يعني اني اريد انسان يحبني ويحترمني. احكي لي بصراحة، انت ايش قد تقدرني؟ يعني اذا اريد انطيش 35 سنة 34. لا لا مو عمري، اني اقصد يعني ايش قد تعزني وتحترمني، يعني اريد علاقتنا تصير رسمية، اريد يعني فتشي يربطني بيك. والله مرات يعني ما تصدقيني انه اني ما اعرف يعني شلون احكي وياك. وين رايح؟ هاك هذا الحبل. انت مو تريد تربطيني بيه؟ ايه يلا زم شوية من انا، يلا ربطيني وربطي نفسك. هاي شنو؟ عبو انا اريد ارتبط بيك مو اربط. طبعا دخيت، انتو النسوان ما اعرف شو تريدون، كل شي اسويكم ما تقبلون، ما اعرف شلون احكي، يعني لو انا غبي لو انا غبي. عبو الله يخليك افهمني، انا اريد اعرف انت صدق تحبني وناوي تخطبني لو لا، انا اريد الزبده. والله حيرت وياكم، يعني شلون اجاوبك ما اعرف، يعني خبلتيني. هاي الزبده، بس شوي معده لان دهيني. مو زبده الاكل عبو، بس افهمني، انت راح تخطب؟ طبعا انا تاج وباج. كل ما تخطب يا تخطب. الله يا الله ان شاء الله راح يجيب الحلقه. هاي شنو؟ المود اخطب. انت مو صوتك، صوتي انا اللي اريد ارتبط بواحد مثلك. دراح يا بي تعال، وانا غبي لو انت اكو واحد يدور حبل وزبيد واقف وشي.